دي نقطة مهمة جدا، وفعلا احنا محتاجين فعلا محتاجين نعمل ثورة في مجتمعنا على فكرة العادات والتقاليد الخطأ اللي من ضمنها الدجل والشعوذة. ويمكن انا عايز اقول نقطة كمان في الموضوع ده في عجالة سريعة. من اكتر الحاجات اللي استغربت لها ان انا الاقي حد عامل عمل لكلب، وحياة ربنا عامل للكلب بتاع صاحبه، يا رب يمرض، يا رب الكلب يموت، يا رب ما يخلفش. للدرجات دي احنا يعني طبعا الكلام ده مش كل الناس بتعمله، انما للاسف منتشر بشكل كبير في بعض الاماكن في مصر. احنا محتاجين نغير ايه تاني في مجتمعنا؟ انتوا شايفين ايه؟ بص يعني الاول انا شايف ان موضوع الدجل والشعوذه ده حقيقي. مثلا زي الخاله نوسه احنا شفناها وشفنا ازاي هي كانت بتوصل مفهوم اللي هو فهمه على قده، او اللي هو بيروح مجرد ورا الاسم او دي سرها باتع او وما كانتش هي بتعمل حاجه خالص، وهو كان بيقتنع ان هي هو خف وهو تمام وهو 100 فل و10. زي فيلم برضو البيضه والحجر ما كان بيضحك عليهم وديهم اساليب ان هم يخفوا بيه.